أزهار أكثر من 1600 نوع مهدد بالانقراض، ساهم الصندوق في إعادة اكتشافها وتوطينها وحمايتها. لو نتكلم عن أبرز هاي الأنواع وكيف تم إنقاذها. طبعا الصندوق يقدم نفس ما قلت يعني لجميع أنواع الكائنات الحية، بس أبرز الكائنات اللي يعني ساعدناها أن هي ترد من خطر الانقراض يعني رقم واحد لأن نعيد حمايتها وإدخالها هو وحيد القرن، وهذا المشروع كان في زيمبابوي. وهالمشروع يعني جدا قريب لنا لأن الشخص هذا اللي حمى وحيد القرن بعد كم من سنة أسس هو منظمته الغير ربحية عشان يساعد ويقدم منح حق مشاريع أخرى. فكان يعني المنحة اللي نحن قدمناها كأنها يعني ساعدت أشخاص وايد ومجتمعات وايد وكائنات حية متعددة، مش بس كائن حي واحد. جميل، فكان أثرها جدا جميل.